مشاهدينا مشاهدي بوابة الهلال، لليوم احنا النهارده داخل فعاليات الاعلان عن مهرجان الثقافي الفني الذي يعد الاول لمنظمه دول التعاون الاسلامي. خليكم معانا نتعرف اكتر على المؤتمر. عندنا معارض للحرف الفرنسية والفنون التشكيلية والملابس التقليدية والمأكولات، عندنا ندوات فكرية وعلمية، عندنا موسيقى شعرية، عندنا بكل تأكيد مهرجان فنون، فهو عندنا العديد من الفنون الشعبية والفرق التي تشارك أساسا من مصر ومن عدد من الدول التي وصلت، يمكن عندنا لغاية دلوقتي حوالي 17 دولة مشاركة، عندنا ماراثون معانا وزارة الشباب والرياضة، عندنا الحقيقة أيضا بعض الفعاليات اللي بيشارك فيها أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، في فعاليات هتقام في مناطق أثرية وتراثية محببة إلى قلوب الجميع في قلب القاهرة المعز، سواء بشارع المعز أو لدى سور القاهرة الشمالي، في أيضا ندوات هتقام بالأزهر الشريف، ندوات بوزارة الخارجية، الحقيقة في دخل وفي تنوع، زي ما قلنا يعني ده دايما بيدلل على مدى ريادة مصر في شتى المجالات وشتى الأنشطة، هي دي قوتنا النعمة وهو ده حضارتنا اللي بتضم جميع الدول في المنظمة معانا، خاصة وأن شعار المهرجان لدورته الأولى هي أمة واحدة وثقافات متعددة. النقطة الثانية اللي أحب يعني أشير إليها إنه حرص وزارة الخارجية على دعوة وحث العديد من مؤسسات الدولة على التفاعل والمشاركة في فعاليات المهرجان. الدكتورة هبة ذكرت طبعا وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة، وأضيف أيضا مجمع اللغة العربية اللي كان لدينا حرص كبير على إنه ننظم ندوة لحماية اللغة العربية في مقر المجمع في الزمالك. كما تعلمون طبعا أن مصر تستضيف اتحاد المجامع اللغوية العربية وترأس رئيس المجمع اللغة العربية المصري بصفته هو رئيس اتحاد المجامع، والأمين العام برضه بصفته هو أمين عام اتحاد المجامع، وأيضا مشاركة الأزهر الشريف ومشاركة وزارة الآثار وربما أيضا مكتبة الإسكندرية وغيرها من المؤسسات، لأنه وزارة الخارجية ترى في هذا المهرجان مهرجانا ثقافيا بالمفهوم الواسع في محاور سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وشبابية وأيضا في رياضية. هناك من ضمن الفعاليات كأس منظمة التعاون الإسلامي لخماسي كرة القدم التي ربما قد تكون نواة لفعاليات أخرى رياضية على مستوى الدول الأعضاء. وهذا النشاط يهدف إلى دفع التفاعل فيما بين شعوب الدول الأعضاء وتعريفها ببعضها البعض فيما يتعلق بتراثها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها وغيرها من الجوانب المختلفة المتعلقة بهذا المهرجان. هذا المهرجان له أبعاد مختلفة، له أبعاد سياسية، أبعاد ثقافية، أبعاد إنسانية، أبعاد تتعلق بالجوانب التنموية سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، وأيضا يتعامل مع الجاليات الخاصة بالدول الأعضاء في مختلف دول العالم، وسيعمل على التعامل مع مشارب وهموم العالم الإسلامي على التنمية.